ومين من الخطا هذول، يعني بعد شلون اوصف لكم؟ بعد ما اقدر اوصف لكم اذا هم احفاد الرسول، يعني من نسل الرسول. يا حبيبي يا حبيبي، طب اسمع، انا بدي اقول لك، انا بدي اقول لك حاجه. فقط الامام، فقط الامام العباس ما معصوم العصمة الكبرى، معصوم هل العصمة الصغرى. ثواني ثواني حبيبي حبيبي، ثواني ثواني، هل المعصوم، هل المعصوم يحتاج الى مغفرة الله ليغفر له ذنبا قد عمله؟ لا لا، هو معصوم. طيب ما رايك، ما رايك في قوله تعالى، ما رايك في قوله تعالى؟ طبعا انا بس عايز اعرف منك الاول، هل الانبياء كلهم معصومين ولا لا؟ بس عشان بس لا لا لا، لا الانبياء ما كلهم معصومين. الانبياء مش معصومين صح؟ صح، ما كلهم معصومين. طب مين فيهم اللي معصوم ومين فيهم اللي مش معصوم؟ اخي انا ما احسب لك كل الانبياء، اقول لك فلان معصوم. طيب خلاص. اي نعم. قال الله سبحانه وتعالى في القران إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الآية هنا نزلت في حق النبي محمد. لحظة، أسألك سؤال. لا جاوب على السؤال. ما هو رأيكم بذكر الإمام علي في الأذان؟ والله بقى بص، ما عندكش دليل، بس مش عايز افرع الموضوع، خلينا في العصر، خلينا في العصر. ما هو حبيبي حبيبي يا الإمام علي بالصلاة؟ يا حبيبي ثواني بس، هاجيلك للموضوع ده. بس الآية بتقول، الآية بتقول يا حبيبي إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فين العصمة هنا أستاذ؟ المعصومين أهل البيت ما عندهم أخطاء. يعني أهل البيت ما عندهمش أخطاء والنبي هو اللي عنده أخطاء؟ لا لا لا، أهل يستحيل أن يكون أهل البيت عندهم أخطاء أبد. اقرأ لي كده، اقرأ لي كده، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أهل البيت معصومين من الخطأ. طيب لو جبت لك إن في معصوم، ثواني ثواني، لو جبت لك إن في معصوم نسي وفي معصوم فطر في رمضان، هو معصوم بعد شلون ينسى؟ يلا اعطيني من هو. يلا ومعصوم فطر في رمضان، شو رأيك؟ من هو يا معصوم هذا اللي يفطر؟ هو بعد معصوم. ثواني ثواني ثواني، يلا وياك ويا. خلينا طلع لك المصدر. طيب ناخد اول حاجه تضرب الاسم عند حضرتك، ناخدها واحده واحده كده وركز معايا بارك الله فيك. واحده واحده، كتاب بحار الانوار جزء 46 صفحه 167، اسمع للمعصوم بيقول ايه. ولا تقولوا فينا ما ليس فينا، ان يعذبنا الله فبذنوبنا. من هو المعصوم؟ واسمع بس ثواني حبيبي حبيبي حبيبي، اهدى اهدى، انا جايبها لك واحده واحده. ولا تقولوا فينا، المعصوم هنا بيتكلم عن نفسه، ولا تقولوا فينا ما ليس فينا، إن يعذبنا الله فبذنوبنا وإن يرحمنا فبرحمته وبفضله. لو كان لو كان الإمام عندك معصوم، إزاي المعصوم عندك مش واثق من رحمة ربنا؟ بيقول لك وإن يرحمنا فبرحمته وفضله. اتفضل رد على الحتة دي عشان نكمل. يلا أخي، الأئمة، أئمة أهل البيت هم أصحاب رسول معصومين. يا أستاذ رد على النص. هاي وحدة، وذكر الإمام علي بالصلاة واجب على كل مسلم بالأذان. هالدليل 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 هالدليل. النبي محمد رفع إيد الإمام علي، قال يعني بعد رفع إيده قال اللهم والي من والى وعادي من عادى، هو مني وانا منه، يعني قال هو مني وانا. الصلاة نعم، الصلاة الرسول رفع ايده وهو بيصلي. لا ما بيصلي، رفع ايده. طب احنا بنقول في الصلاة، انت بتقول لي في الصلاة، فين في الصلاة؟ بالاذان بالاذان. اذا هو بعد الامام علي قال النبي محمد، شوف ابو اشرف ده بيقول ايه، هو ده بيقول ايه، ده بيقول ايه، ده اللي رفع الامام ايده في الاذان، فين ده؟ فين الكلام انت بتقوله؟ سلم الراية من بس انتم ما أي راية، أي راية، أي راية، أي راية الإسلام، راية الإسلام من بعد النبي محمد، منه
من بعد النبي محمد. ايه جبرية الاسلام للاذان؟ فهمني انت دخلت انت دخلت السكه الضربه في بعضها. ايه دخل ايه؟ ما دام الرسول قال انا مني وهو من انا مني وهو مني وانا مال. طب ممكن تسمع، ممكن تسمع ثواني بعد اذنك. طب ما النبي قال لي سلمان سلمان منا اهل البيت، مش بتذكره سلمان في الصلاه ليه او في الاذان ليه؟ الامام علي انتوا بتكون سلمان اذا انتوا تعرفون هيك قال ليش ما تذكروه؟ احنا لا نذكر علي ولا غيره، انتوا اللي بتذكروا اهل البيت، ليه ما بتذكروا الحسن في الاذان؟ الامام الحسن؟ احنا نذكر اهل البيت كلهم. ليه ما في الاذان تذكروا اهل البيت كلهم؟ نعم. ممكن تقدم كده وتسمعنا اذانك كده فيهم اهل البيت كلهم؟ تفضل. انا ما لا مش عايزك تقدم، يعني تفكر نفسك السوديس، يعني عايزك تقدم كده على قدك، بس قدم كده وسمعنا والراحه. اقدم. دمه خفيف والله، والله دمه خفيف، والله دمه خفيف يا شيخ، ما حبيت اشد عليه والله. لا اله الا الله. انا اعشق